انطلقت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تحت عنوان المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي، وذلك في محافظة الأقصر. وخلال الكلمات الافتتاحية أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض أن هناك تشابها في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية والمتمثلة في التمويل والاستدامة المالية، وكذلك الاستثمار الأمثل لفوائد الأموال وتوسيع نطاق التغطية التأمينية. الوضع يدل للتفاؤل، نحتاج تطوير أنظمتنا، واحنا حاليا يعني قاعد نحاول نحقق الاهداف المنشوده في تطوير وتعزيز انظمتنا. هو تواجد العربي اللي موجود في مصر، كذلك نتكلم اليوم عن اغلب المؤسسات في 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 مؤسسات لها كيان واحد، في مؤسسات متعدده الكيانات. احنا اليوم هدفنا ان نوحد التنظيمات نفسها ونتبادل المعلومات، خاصه في عصر العولمه حاليا التواصل سهل جدا، فنطمح مثل ما قلت نعزز المؤسسات الضمان الاجتماعي.